المرشح الفائز في الانتخابات الجزئية لجامعة قيامية الدائرة سعود. تنشكر جميع الساكنات لهذا الدوار اللي عطاونا الثقة، وهذه الثقة إن شاء الله بإذن الله احنا غادي نحاولوا نشتغلوا باش إن شاء الله بإذن الله نقادوا هذا الدوار من أجل المشاريع اللي هي إن شاء الله بإذن الله كاينة تما، وغادي نتعاونوا معاهم لأنهم داروا فينا الثقة وتعاونوا معنا. وهذا المنبر تنشكر الإخوان اللي انتقلوا وجاو باش يغطوا هاد العرس اللي هو عرس سياسي بالنسبه لهاد الجامعه القيامية. ان شاء الله باذن الله نتمنوا التوفيق للجميع، وغادي يكون مسار وغيكونوا برامج ان شاء الله اللي غادي نشتغلوا عليها من اجل ان شاء الله باذن الله الدفع بهاد الدائره سعود اللي هو دوار الكوابليه. Let's go!